كريستوس أنستي. في البداية أنا بشكر الكنيسة هنا والآباء لأنهم رتبوا الفرصة إن احنا نتقابل عشان نتكلم عن سيدنا المتنيح البابا شنودة في نفس الميعاد اللي كنا بنستقي فيه التعليم المقدسة من فمه الطاهر كل يوم أربعاء. حقيقة احنا الكنيسة مر عليها 117 بطرك، طبعا كلهم أباء قديسين، كنيستنا تفتخر بهذا، يعني كلهم تركوا آثار واضحة جدا في تاريخ كنيستنا، وأب سلم أب، وزي ما نقول في القداس كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل إلى دهر الدهرين أمين. لكن طبعا في وسط 117 في بعض الآباء كان لهم يعني إيه بصمات واضحة جدا في تاريخ الكنيسة، وأسميهم تبقى مشهورة جدا، زي مثلا البابا أثناسيوس الرسولي، البابا كيرلس عمود الدين، البابا ديوسكوروس، في مثلا البابوات اللي احنا نسمع عنهم قريب زي البابا كيرلس أبو الإصلاح اللي هو الرابع، بابا كيرلس الخامس كان رجل عظيم جدا، قعد 52 سنة بترك، عمل شغل جميل جدا في الكنيسة القبطية. البابا كيرلس السادس طبعا، يمكن كمان البابا بطرس الجولي. أسامي رنانة كده، الأسامي الرنانة دي ممكن يكونوا 10-15 في وسط 117. بدون مبالغة البابا شنودة يكون واحد من المتميزين في وسط 15 دول، وإحنا جيل محظوظ إن إحنا شفناه وتعاملنا معاه وتعلمنا منه، وهو هيبقى قصة، يعني أولادنا وأحفادنا والأجيال اللي جاية بعد كده هيقعدوا يحكوا عن البابا شنودة، وإحنا هنبقى عواجيز إن ربنا ادانا عمر ونقعد نفتخر إن إحنا شفناه. وممكن حد من الأحفاد يقول طب يا جدو أنت سلمت عليه، تقول له سلمت عليه، طب احكي لنا أي حاجة حصلت كده قدامك منه، يعني هيبقى في الحقيقة أسطورة أسطورة. فإحنا بنشكر ربنا إن إحنا عاصرنا هذا القديس وأخذنا منه كتير، تعلمنا منه كتير، وترك للكنيسة كتير. ومن حظنا الجميل إن البابا شنودة كان موجود في الوقت اللي فيه تكنولوجيا حديثة بتخلي كل كلمة يقولها ممكن تتسجل. يمكن في البدايات كانت تتسجل صوت على شرايط كاسيت، فاكرين انتوا دي، وبعدين بقى صوت وصورة، وبقى في تكنولوجيا ان اي حاجة قديمة متسجلة حتى لو كانت طريقة التسجيل مش واضحة قوي ممكن بالطرق الحديثة مرة تاني تتعاد تسجيلها على سيديهات وديفيديهات ويتنقى الصوت ونسمع ونتعلم. يعني الآية التي قيلت عن هابيل الصديق وإن مات فهو يتكلم بعد، دي بقى ما تنطبق جدا على البابا شنود، وإن مات فهو إيه يتكلم بعد، لسه في حاجات كتير ممكن نسمعها وجايز منها عظات نكون ما سمعناهاش. يعني في ناس كانوا مواظبين على الاجتماع الأسبوعي، وفي ناس ما كانوش ظروفهم بتسمح يواظبوا، في ناس بقالهم 10-15 سنة حضروا له لكن هو بقاله 60 سنة بيوعظ، منها أقول
حوالي 50 أو أكتر حاجات متسجلة من أيام ما كان أسقف. فكل الحاجات دي ممكن القنوات الفضائية النهاردة تبقى عندها كنوز يطلعوها يمنتجوها يحسنوها من جهة الصوت وتطلع ونشوف. هتقعد تسمع كأنها عظة جديدة للبابا شنودة ما سمعتهاش انت قبل كده. وبعدين مش احنا بس، قلنا أولادنا وأحفادنا هيقدروا يعني يتعلموا من جديد كل ما قاله البابا شنودة. عمال اتخيل كده لو ان ايام بولس الرسول كان فيه الميديا بتاعتنا دي ووسائل التسجيل كان يبقى ايه الشكل. لكن برضو ربنا ليه مقاصد، ليه مقاصد ان يسيب التاريخ بتاع الكنيسة ينتج اباء عظماء يبقى فيه ليهم فكر ورؤية وروحانية يشبعوا بيها من اللي قبليهم ويشبعوا بيها اللي جايين بعدها. فإحنا بنشكر ربنا فعلا على هذه العطية العظيمة اللي حصلت معنا في الكنيسة القبطية. كل من تلامس مع البابا شنودة عن قرب أو عن بعد يشعر أنه كان مخلص جدا للكنيسة القبطية. هنا أقدر أحط لكم كده يعني حبة أنواع من خدام ربنا. في واحد يبقى مخلص جدا للمسيح لكن ما تفرقش معاه الكنيسة القبطية من الكنيسة مش عارف إيه، كله حلو، يقول لك كله حلو. في واحد يبقى مخلص جدا للكتاب المقدس لكن مش مخلص قوي لطقس الكنيسة وألحانها وترتيباتها، مش فارقة معاه. في واحد يبقى مخلص للكنيسة ولكنه مش مخلص للمسيح، فتلاقيه عايز كنيسته تبقى أحسن كنيسة. وممكن تكون الكنيسة المحلية، يعني هو نفسه كنيسة العذراء الزيتون دي تبقى أحسن كنيسة في الدنيا كلها، ولو في سبيل ذلك يكسر كنيسة العذراء المطرية ويكسر كنيسة ماري جرجس هنا وما يهموش، هو المهم كنيسته. ما فيهوش روح ربنا، عمال يتنافس تنافس مريض ويتخانق مع الباقيين كنيستي وبس، وتظهر بقى الحكاية دي في الايه في المهرجانات ويزعل قوي علشان ما خدش الكاس والتانيين اخدوا الكاس وده كان فيه كوسة وكان فيه مش عارف ايه. تقول له انت بتفكر ازاي؟ مش اللي هناك دول برضه ولاد ربنا واحنا كلنا كنيسة واحدة؟ لا، هي الفكرة دي بقى مش موجودة في دماغه. فهو مخلص لكنيسته لكنه ما عرفش حاجة عن المسيح ولا عن الكنيسة العامة. أنواع من الناس. شوفوا بقى ميزة سيدنا البابا أنه كان مخلص جدا للمسيح طبعا، ومخلص جدا للكتاب المقدس، ومخلص جدا لحاجة اسمها الكنيسة القبطية كانت يعني بتجري في عروقه. وكان المشروع اللي في دماغه منذ حداثته الأقباط دول يبقى لهم شأن ويعرف يعمل يحقق اللي في دماغه، لدرجة الناس أعداء الكنيسة متغاظين منه لأنه حط هدف وكانت الرؤية واضحة قدام عينيه وحقق. دي حاجة وحشة الكويسة لما الواحد يحط هدف كويس ويحققه، دي حاجة في منتهى النجاح. كان بعض الناس المعارضين واللي بيحبوش الكنيسة بيعتبروها عيب مش ميزة، يقول لك يا أخي اللي في دماغه بيمشيه. طب ما هو اللي في دماغه صح ويمشيه، ما هو مشاه صح، خلى الناس الكنيسة لها مكانة على مستوى العالم، مكانة تليق بيها مش جاي من فراغ. لأن إحنا عارفين في التاريخ إن كنيستنا القبطية كانت قائدة للعالم المسيحي أيام الحوارات اللاهوتية في المجامع وأيام ما كانت أوروبا لسه عايشة في عشش.
كان هنا في حضارة وفي ناس بتفكر ومدرسة لاهوتية على أعلى مستوى، وبييجوا القديسين من كل العالم يتلمذوا على قديسين مصر، سواء في كلية اللاهوت اللي هي كانت مدرسة الإسكندرية أو في الأديورة. ومش العالم كله عارف إن الأديورة أو الرهبانة بدأت من مصر بأنبا أنطونيوس، العالم كله بيعترف بهذا يعني. وكانوا ييجوا رهبان من كل حتة في الدنيا عشان يتلمذوا للأباء الأباط. طيب إيه اللي خلانا نرجع لورا كده ويبقى فيش حد دريان إن في مسيحيين في مصر ولا كنيسة في مصر؟ يعني من حقنا إن احنا نرجع تاني ناخد مكانتنا. فده الهدف اللي كان في ذهن البابا من أيام ما كان شاب صغير وقعد يسعى إليه من خلال الإكليركية وهو لسه شماس. وبعدين فين لما ربنا ادلنا ان هو يبقى اسقف للتعليم وبعدين يبقى كمان بابا الكنيسة. وعلى مدى السنين الطويلة فعلا حقق الحلم اللي كان بيحلم بيه من جهة الكنيسة القبطية. ربنا ساعده في ان الكنيسة تنتشر في كل مكان ويبقى لنا كهنة واساقفة في كل حتة، ويبقى في وعي في العالم كله ان في حاجة اسمها الكنيسة القبطية. يكفي ان يوم نياحته ذات نفس البيت الابيض في امريكا اصدر بيان فيه نعي. لو احنا كنيستنا دي نكرة ومجهولة ومحدش يعرف عن حاجة، محدش دري ولا حد حس. اهو ياما في اباء بيتنيحوا في العالم كله محدش دري. العالم فيه كنائس كتير، يعني في كنائس كتير في كل بلد في الدنيا، في كنيسة أرثوذكسية وليها بطرك وليها أساقفة وليها مجمع وليها أديرة وكنائس، وإحنا ما نعرفش عنهم حاجة ولا حد يعرف حاجة. لكن هذا الرجل استطاع أن يبقى عالمي والعالم كله اتكلم عنه يوم نياحته. في محبة البابا للكنيسة القبطية وإخلاصه ليها كان أهم حاجة تميز هذا الحب والإخلاص هو حرصه على سلامة التعليم الكنسي القبطي. ركزوا معايا في الحتة دي. التعليم المسيحي على مستوى العالم تعليم واحد، بس فيه نكهة بتميز كل شعب. يعني بالرغم كلنا بنؤمن بنفس الكتاب المقدس ونفس المسيح ونفس اللاهوت ونفس قانون الإيمان، لكن في نكهة سوري، نكهة مصري، نكهة حبشية. يعني النكهات دي حلوة، تخلي الكنيسة متعددة ومتنوعة زي البستان المليان بالورود الكثير. هو بقى كانت عجباه قوي النكهة الايه القبطي اللي يسموها بالانجليزي كلتشر اللي هي الثقافة، فكان حريص عليها وما يحبش انها تتغير، وزي ما استلم عايز يسلم. دي كنا نشعر بيها جدا، وهو مش عايز مثلا تأثير غربي يدخل في الكنيسة بتاعتنا، مش عايز تأثير بيزنطي يدخل في الكنيسة بتاعتنا، مش عايز تأثير روسي يدخل في الكنيسة بتاعتنا. قال احنا أقباط نعيش أقباط ونموت أقباط، وكنيستنا تبقى قبطية بيور، خصوصا ان ما عندنا شيء يفتخر به، ولو تأثر بحاجات اخرى وتغير هيفقد قيمته. العالم كله عمال يبص على الكنيسة القبطية باندهاش وبإعجاب وبتقدير. ولعلمكم في كل العالم في الجامعات أقسام يسموها قبطولوجي. قبطولوجي يعني علم القبطيات، غير ان في علم تاني اسمه ايجيبتولوجي يعني علم المصريات. علم المصريات يدرسوا الفراعنة والحاجات دي، لكن علم القبطولوجي معناها بيدرس الثقافة القبطية من جهة اللغة والفن والنسيج والرسومات وكل ما يخص الثقافة القبطية والتاريخ طبعا.
فلو الناس كلها مقدرة يعني إيه كلمة قبطي، يعني إيه ثقافة قبطية، يعني إيه حضارة قبطية، لما نيجي إحنا بقى بإيدينا نشوهها تبقى كارثة. فهو كان حريص جدا إنه يحافظ على الكنيسة القبطية تقعد قبطية على طول. في ناس كتير ما كانوش فاهمين الحتة دي، وما زال في خدام مش فارقة معاهم، مش فارقة معاهم، دي شيء مؤلم. لأن انت عارفين في العالم كله لما يكون عندهم أثر قديم مش ممكن حد يهوب ناحيته، يسموها المنطقة دي محمية طبيعية ما حدش يهوب ناحيتها، البيت ده مش ممكن حد يدق فيه مسمار لأنه له نموذج متميز والناس تلف من حواليه ما حدش يمسه. احنا عندنا في مصر للأسف مش بنحترم الآثار بتاعتنا، ونكسر ونحطم ونجدد ونشيل ونحط. طب دي الآثار اللي هي حجارة، ايش حال بقى لما يكون عندنا مش آثار، عندنا تراث، تراث قبطي أصيل عميق فخم جدا، نيجي بإيدينا نشوهه نبقى مش فاهمين، لا في اللحن ولا في اللغة ولا في الفن ولا في طريقة التفكير ولا في نظام الروحانية. لازم نبقى أقباط إلى النخاع. عشان كده كان حريص على سلامة التعليم الكنسي القبطي الأرثوذكسي. إيه بقى مظاهر الحرص ده؟ نمرة واحد، إنه لم ينقطع عن التعليم لحظة واحدة حتى النفس الأخير، مش بس في الاجتماعات العامة ولكن حتى في اللقاءات الخاصة. يعني أي واحد يتقابل مع البابا يسلم عليه ياخد منه كلمة منفعة، وياخد منه آية تتقال أو قول أباء أو تعليق أو تصحيح. ده في مرة واحد بيقول له يا سيدنا الموضوع ده كله كذب، قال له ما تقولش كلمة كذب، قول المعلومات مش دقيقة، لأنك لما تقول ده كذب يبقى أنت بتشتم، فأحسن تقول إيه المعلومات دي مش دقيقة. يعني شوفوا حتى الملاحظات إزاي بيعلم طول الوقت. لما حد كان يديله صورة يمضي عليها يبص فيها الأول وبعدين يقول له لا الصورة دي فيها الخطأ ده، ما ينفعش الصورة تبقى بالمنظر ده، الفنان ما كانش مظبوط في الحتة دي، أنا مش همضي لك عليها. ويبقى فرصة أنه يعلم. يعني من أشهر التعليقات بتاعته أنه صورة الملاك ميخائيل أحيانا كانوا يعملوها بسرة كده في الوسط، في بطنه في سرة، فالمسيح سيدنا البابا كان يقول هو الملاك ميخائيل يتولد من أم عشان كده يبقى في سرة؟ غلط. السرة دي عاملينها جماعة بتوع شهود يهوى عشان يقولوا ان المسيح اللي اتولد من العذراء هو الملاك ميخائيل، ازاي امضلكوا عليها؟ الصورة دي غلط. ممكن تكون عدت علينا كلنا مش واخدين بالنا، لكن هو بالنسبة له فرصة يعلم التعليم السليم لغاية اخر لحظة في حياته وهو بيعلم. حاجة تانية، كان الكتاب المقدس هو المصدر الرئيسي للتعليم عنده. لما يتكلم في اي حاجة كان يؤيد أفكاره بالآيات الكتابية، وربنا كان مديله نعمة عجيبة جدا إن يحفظ الآيات بالإيه؟ بالشاهد بمكانها. يعني يفتح كده يبقى واخد باله إن الآية في أول الصفحة أو في النص أو تحت، هو حفظه. فكان كل موضوع له مش آية واحدة، عدة آيات، تحس انك قاعد مع واحد حافظ الكتاب المقدس كله وهضمه. صراحة انا شخصيا لما بحب احضر موضوع لازم استخدم الكمبيوتر وادور على الآية لغاية ما اجيبها،
بالكمبيوتر، لكن هنا كان عنده كمبيوتر جوه في دماغه، تدوس كده يطلع لك الآيات على طول ورا بعضها، عامل زي الآية اللي بتقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. الحاجة الثانية بالنسبة للكتاب المقدس، كان عنده مبدأ لا يتنازل عنه، إن احنا نرجع للكتاب المقدس كله مش حتة منه. يقول لنا كده لما تحب تحضر موضوع شوف الكتاب المقدس كله بيقول ايه عن الموضوع ده، لانه ممكن واحد ياخد آية ما تبقاش بتعبر عن الموضوع كله. الاعتماد على آية واحدة كان ممكن يبوظ الإيمان، وعشان كده كان دايما يقول من ضمن الأخطاء استخدام الآية الواحدة. يعني في فصل بحاله في كتاب الخلاص في لحظة اللي هو كتبه، بدأ الخلاص في لحظة عن خطورة استخدام الآية الواحدة. كل الكتاب موحى به من الله، مش سفر واحد ولا آية واحدة، كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقييم والتأديب الذي في البر. يبقى من العدل ان انا لما اجي اشرح موضوع اشوف الكتاب المقدس كله بيقول ايه في هذا الموضوع، عشان الافكار تتكامل. ممكن واحد يبقى عنده فكرة معينة هو مقتنع بيها ويجي يعلم الناس، فالناس تصطدم بيه وتقول له الافكار دي مش مظبوط، فيعمل ايه علشان يقنع الناس باللي في باله؟ يقعد يتفتش في الكتاب المقدس، يطلع ايات يفسرها بمزاجه عشان يركبها على الفكره بتاعته. كان دايما سيدنا البابا ينبه ما يصحش نعمل كده، مش نستخدم الكتاب المقدس علشان يخدم افكارنا، ده احنا نخلي افكارنا هي اللي تخدم تحت رجلين الكتاب المقدس. ولذلك في يوم رسامه البطرك بيحطوا على راسه كتاب مقدس عشان يقول انا خاضع للكتاب، مش هو اللي خاضع، مش هو اللي تحت عينيا، هو فوق دماغي. وتلاحظوا الحركه دي بيستخدمها ابونا يوميا في القداس ساعه قرايه الانجيل، لما يحط البشاره فوق دماغه ويقول مبارك الاتي باسم الرب. فالكتاب المقدس فوق الجميع، لكن علشان انا أوظف الكتاب المقدس لخدمة أفكاري الخاصة ده حاجة حتى ما تصحش. في ناس لما يلاقوا الكتاب يضاد أفكارهم هم ينكروا الآيات أو يحذفوا بعض الأصفار، زي الناس اللي حذفوا الأصفار المحذوفة، أو ما يتكاش عليها، يعني ما يجيبش سيرة الآيات دي، ما يجيبش سيرتها، يركز على الآيات اللي بتخدم أهدافه، والباقي الشعب بتاعه عمره ما سمع الآية. يعني أنا مش بس إيه مش عايز أتكلم بوضوح أكتر عشان ما حدش يزعل مني. أحياناً بيبقى موضوع معين في اللاهوت فيه اختلاف بين الطوائف، فيجي حد يسألنا نقول له طب ما في الآية بتقول كذا، هو تلاقيه بقى إيه حافظ آيات كتير جداً مقتنع بيها. تقول طب ما في الآية بتقول كذا، تلاقي ايه وقف كده بلم، فين الآية دي؟ تطلعها له ينتبه ان هما اللي بيعلموه مخبيين عليه آيات. ليس من الأمانة ان انا اخبي آيات واعرض آيات اخرى بتخدم افكار. عشان كده بولس الرسول قال ايه، ليس وعظنا عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. الوعظ لازم يكون ما فيهوش ضلال، الضلال معناها عدم المعرفة، ولا عن دنس، الدنس معناها عدم النقاوة، ولا بمكر، المكر معناها عدم الوضوح. عشان كده التعليم الكنسي لازم يكون فيه ثلاث صفات، بدل الضلال يبقى فيه معرفة، الخادم والكاهن والأسقف والبطرك لازم يكون عارف
دارس واعي. نمرة اتنين يكون التعليم نقي جدا، يعني يبقى شرب من ينبوع نقي مش ملوث، يتعلم تعليم مظبوط فيطلع تعليم مظبوط. ونمرة تلاتة بوضوح مش بمكر، يعني حتى لو كان هذا الوضوح هيؤدي إلى أني أضطهد وأموت، ممكن أموت لكني لا أتنازل عن التعليم السليم. المكار بقى يلعب بالألفاظ وميزعلش الناس ويكسب هنا ويكسب هنا ويكسب هنا، والناس تظن أنه هو بيتكلم كلام مظبوط لكنه للأسف مش واضح. عشان كده يقول بولس الرسول عن تلميذه تيتوس الابن الصريح في الإيمان. فلازم الوعظ والتعليم في الكنيسة يكون بمعرفة وبنقاوة وبصراحة. ويقول معلمنا بولس مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا. هو ده اللي كان في الباب، أولا قدوة في الأعمال الحسنة، ثانيا التعليم فيه نقاوة ووقار وإخلاص. بعض الكتاب وبعض الخدام وبعض الناس كنت تحس أحيانا أن إيه الحتة دي عنده مش مظبوط، صحيح تعليمه كله كويس بس في حتة كده يعني شطح فيها. حقيقة بدون يعني مجاملة ولا بدون مبالغة، الواحد كان يقرأ للبابا شنودة وهو إيه مطمن، اللي هيقوله بيكون شيء متوازن ومعتدل ونقي. أيضا كان أبائيا في فهم الآيات المقدسة. إيه ميزة الآباء؟ ميزة الآباء إن هم فهموا صح. ما هي الآية ممكن تتفهم بطرق عديدة، واحد يفهمها غلط واحد يفهمها صح. فهو كان يفهم الآية بالمنظور الآبائي ويشرحها للناس بالطريقة الآبائية على رأي الآية اللي بتقول إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. ده التعليم الآبائي. والإنسان اللي بيشبع بالآباء في تعاليمهم بيبقى غني، والكنيسة تبقى محظوظة بيه لأنه يعتبر تواصل للأجيال، مفيش انقطاع. يعني أشعر إن إحنا لسه أثناسيوس عايش، ولسه ذهبي الفم عايش، ولسه أبو مقار وأنبا أنطونيوس وأنبا بخوميوس، كل الآباء العظماء لسه عايشين. ليه؟ لأن أولادهم شربوا تعاليمهم وبيسقونا منها. بينما واحد تاني ملوش دعوة بدول كلهم، بيبدأ من دماغه. طب أنا ذنبي إيه أسمع واحد ودماغه؟ أنا إيه اللي يلزمني إن واحد بيتكلم من دماغه؟ أنا عايز كلام المسيح واللي شرحوه الآباء صح. تبقى الكنيسة محظوظة بأب لما يكون هو كمان له آباء. وفي هذا المجال كان دايما البابا من ضمن المراجع بتاعته، بنقول نمرة واحد طبعا فوق الكل الكتاب المقدس، لكن نمرة اتنين الليتورجية. الليتورجية هي الصلوات المكتوبة في الكنيسة، زي القداس والإجبية والتسبحة واللقان والبسخة والسجدة، كل الصلوات المكتوبة اسمها الليتورجية. الصلوات المكتوبة دي كتبوها الآباء بالروح القدس، ولذلك مهما ادمت تحس ان هي لسه حية. يعني في فرق، لاحظوا دي، شاب صغير يكتب ترنيمة تبقى رائعة جدا ويحط لها لحن حلو وكل الناس تقولها، بعد سنة سنة ونص سنتين تلاقيها ايه ادمت كده، لسه هنقولها تاني، شوفوا لنا حاجة جديدة.
بينما لترجية الكنيسة بقالها 2000 سنة ما قدمتش. بصراحة أحيانا أصلي القداس وأخرج من القداس أشعر إن أنا متشوق أصلي قداس، حاجة عجيبة يعني. وفي بعض الناس بعد ما يخلص القداس يطلع يركب عربيته ويشغل قداس في العربية. مش أنت كنت لسه حاضر؟ ما بيشبعش الواحد، عايز باستمرار ينهل من هذا الينبوع النقي. فصلوات الليتورجية بتاعت الكنيسة ما تزهقش وما بتقدمش، سواء في النصوص أو في النغمات وفي المناسبات. تلاقي مثلا احنا ذات شبعانين جدا بألحان الخمسين وخريستوس أنيستي الحاجات الحلوة دي. بعد قليل من الوقت هندخل في صيام الرسل ونقعد نقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، تلاقي طعمها جميل جدا وما عندكش نفس تقول خريستوس أنيستي، ما خلاص قعدنا 50 يوم نقولها. النهاردة وإحنا في الخمسين تلاقي محدش يجي على باله يقول حاجة في كياك، مش وقته كياك ده، ليه وقته صح؟ ولا حد ممكن يقول حاجة في البسخة، بسخة ايه دي صح؟ كل حاجة في الموسم بتاعها طعمها جميل جدا، وده بيبين قد ايه فعلا الليتورجية بتاعتنا معمولة بروح الله، شيء مش بيقدم. عشان كده تصير بالنسبة لنا مرجع، يعني يكفي ان انا الاقي عبارة موجودة في الليتورجية اعتبر دي مرجع، بحيث ان التعليم بتاعي يبقى مظبوط، كتاب مقدس وليتورجية. كان البابا عنده هذه الملكة ان هو يستند ايضا الى نصوص من الليتورجية. وما كان يتهاون اطلاقا من جهة العقيدة والايمان. اي واحد يغلط كان ينبهه، وكان عنده طولة بال انه يقعد يشرح ويعالج ويداوي الى اخر مدى. انا شخصيا لا انسى لما كنت طالب في الكلية، كنت في كلية طب عين شمس، وكان لنا اسرة الكلية اسمها مازالت موجودة يعني، اسرة استفانوس، كانت في الكاتدرائية. الاجتماع الاسبوعي كان يوم الخميس على ما افتكر الظهرية، حوالي الساعة يمكن 1 لـ 3 حاجة زي كده، وكنا بنجتمع في المسرح بتاع الأمبرويس. وبعدين في سنة من السنوات واحد من الطلبة زملاتنا، بس كان أكبر مني بسنة، طلع كتاب فيه أخطاء عقيدية اللي هي بدعة الخلاص في لحظة. وبعدين حد من الطلبة أخذ الكتيب ده وداه للبابا وقال له يا سيدنا ده زميلنا وعمال بينشر الفكرة دي في وسط الكلية والطلبة كلهم مقتنعين بيها، وإحنا عارفين إن قداستك بتقول إن الفكرة دي مش مظبوط، نعمل إيه؟ قال لهم اجتماعكم يوم إيه؟ قالوا له يوم الخميس الساعة مثلا 1. قال لهم طب أنا هاجي لكم الخميس الجاي، مش مثلا هبعت لكم أسقف ولا هبعت لكم أب، أنا جاي لكم الخميس الجاي. فالخبر انتشر في الكلية فكلنا اجتمعنا. جه البابا قعد حوالي 2 ساعة يشرح ايه الخطورة بتاعت هذا التعليم المنحرف، والطلبة يسألوه هو يجاوب. الوقت خلص وهو لسه عنده كلام تاني، فقال لنا ايه رأيكم يا شباب اجيلكم الخميس الجاي؟ طبعا تيجي الخميس الجاي. كان المسرح اتملأ اكتر لما الخبر انتشر، كل الطلبة بتوع 6 سنين 7 سنين كله حاضر، مسيحيين طبعا. وبعدين تاني خميس ما خلص قال لكم هل هاجي الخميس الجاي. على ما افتكر كانوا 3 أو 4 أسابيع ورا بعضيهم يقعد معانا بالساعات الطويلة يشرح في مفهوم الخلاص في الفكر الأرثوذكسي. وفي آخر مرة ادى فرصة للأخ اللي كتب النبذة دي انه يقف وسط الطلبة ويناقش،
وعلى طولة البال اللي الواحد كان بيتعجب ليها. هو ده البابا اللي كان يهتم بالتعليم وما يحبش ان حد يلخبط، مهما كان كبير صغير، تأثيره محدود تأثيره متسع، له مكانة في المجتمع ملوش، هو يهمه التعليم مع احتفاظه بالمحبة لكل إنسان. يعني صحيح أحبك لكن مش بحب تعليمك. وكان يعرف يميز قوي بين إنه هو يشخط وهو في نفس الوقت حنون وقلبه واكله على خلاص كل نفس. اهتم بالتعليم من خلال الإكليريكيات. يعني طبعا هو أساسا أسقف الإكليريكية، لكن بعد ما بقى بابا نشر إكليريكيات في أماكن كثيرة، بالإضافة لمعهد الدراسات القبطية ومعهد الرعاية وغيره. فكان البابا يعني فعلا يهتم بالتعليم المستقيم. أما حكاية بقى الاجتماع الأسبوعي، ده قصة تانية. هل تعلمون ان بعض السياح لما كانوا يجوا مصر كان من ضمن البرنامج السياحي بتاعهم زيارة اجتماع البابا؟ يعني يقولوا لهم في القاهرة هتزوروا الأهرامات، برج القاهرة، كنائس مصر قديمة، اجتماع البابا. حاجة عجيبة، أصبح معلم من معالم القاهرة اجتماع البابا. وهذا الاجتماع زمان وهو أسقف كان بيعمله برضه في الكنيسة المرقسية في كلوبي. أنا شخصيا حضرته وكنت أنا في ابتدائي، وكان البابا أسقف التعليم في الكنيسة المرقسية. أعتقد كان برضه كان يوم الجمعة حاجة زي كده، وبعدين نقلوا في الأمبرويس في المسرح. ولما بقى البابا بقى في الكاتدرائية. أعتقد لم يغيب عن هذا الاجتماع إلا نمرة واحد سفرياته، ونمرة اتنين لما كان محتجز في الدير من سنة 81 لسنة 85. وطبعا لما رجع سنة 85 خلى الاجتماع يوم الأربعاء بدل يوم الجمعة. وانتوا كلكم شفتوا انه في عز مرضه نزل يحضر الاجتماع في الاربعاء اللي قبل ما يتنايح، يعني قبلها باسبوعين او اقل. كان يعتبر هذا الاجتماع هو الرئه اللي بيتنفس بيها، لانه انتوا كنتوا احيانا تتعجبوا انه بينزل بدري ويسيب الكورال بيقول ألحان وهو عمال يمضي، مش كده؟ هو وجوده في وسط الشعب بيحسسه ان هو في تلامس بينه وبين الناس، هو مبسوط. احنا كنا بنشفق عليه نقول ما فيش داعي للامضاءات الكثيره دي مرهقه، لكن ما كانش يتوانى عن انه يوقع لاي حد يقدم له حاجه يوقع عليها. بس طبعا زي ما قلت لكم لما يكون حاجه غلط ما بيوقعش، لا صوره ولا كتاب غلط ما يوقعش عليه. وبعدين يمسك كومه الورق اللي واصل له يقعد يقرا، لان ده بيحس نبض الناس، ايه شكاويهم، ايه احتياجاتهم. والورق اللي ما يلحقش يقراه في الاجتماع ويجاوب عليه ياخده معاه علشان لما يطلع فوق يقعد يقرا ويشوف الناس عايزه ايه. فده كان وسيلة للتواصل مع كل الشعب، بالإضافة لأنه كان ممكن يقعد وناس تقابله ويكلم معاهم ويدردش. وواضحة جدا مثلا في لجنة البر يوم الخميس كان الشغل ممكن يخلص في نص ساعة بتاع خدمة الفقراء، لكن هو كان يقعد 3-4 ساعات أو أكتر، لأنه بيسمع الناس بتتكلم عن إيه بره، اهتمامات الناس إيه، عشان يبقى متواصل مع شعب.
ما كانش من النوع اللي يقعد في قصر ويقفل على نفسه ومش دريان بالناس، وكان يعتبر هذا الاجتماع الأسبوعي هو المنبر للتعليم في الكنيسة. وبعض الأوقات كانوا الناس مش بس الأقباط، ممكن أجانب أو غير مسيحيين أو الدولة أو أمن الدولة، يقعدوا مستنيين يوم الأربعاء هيقول إيه لما بيكون في أحداث أو مواقف، زي بالضبط حكاية برضو مجلة الكراز، كان يعتبرها هي المنبر الناطق باسم الكنيسة، فيحط الكلمة موزونة بحيث يحفظ بيها سلام البلد وسلام الأقباط. كتير من الناس المتهورين كانوا يحبوا يبقى في نوع من الشدة والعنف بتاع، وهو فاهم ان اي شدة او عنف ممكن تولع البلد، هو ما كانش يحب كده. الناس اللي عرضوه في مواقفه الحكيمة لم يكتشفوا حكمته الا امتى؟ بعد ما تنيح. قالوا الرجل ده كان صمام الامان، طب ايام ما كان عايش ليه قعدته تهاجموه؟ كانوش فاهمين. وهو تحمل الكثير في صمت، كانش يقدر يشرح ويقول انا ليه بعمل كده، يستحمل وخلاص. هو عارف لو قال حاجة كده تولع البلد، لو قال حاجة كده تزعل الأقباط، فكان يمشي على الحبل عشان ما يزعلش حد وما يخسرش حد ويحافظ علينا ويحافظ على البلد. احنا تمتعنا بأب رائع متزن، لم يسمح بالشطحات الفكرية ولا المواقف العنيفة أو المتطرفة اللي أحيانا كان تستهوي بعض الناس، تستهويهم عشان يبقى بطل. احنا مش بنجري ورا البطولة، احنا بنجري ورا السلام والهدوء والمحبة والتعايش. حتى في التعليم الكنسي ممكن بعض الناس تستهويهم الشطحات الفكرية عشان يبقى بطل، يقول لك الكلام اللي بيقوله أبونا فلان ده أول مرة أسمعه، ده بيقول كلام حلو قوي. طب أول مرة تسمعه ده جابه من فين؟ معناها أن فيه شطحات. هو الميزة أن أنا أنال إعجاب الناس ويبقى لي تلاميذ خصوصيين ما يسمعوش غير لي أنا بس، لأن أنا الوحيد اللي بتكلم كلام ما حصلش. هو ده المسيح؟ ولا نتكلم بالحق وبالكلام المظبوط بتاع كتاب مقدس والآباء، ومن يجي يسمع يتعلم صح، وبعدين هيسمع نفس الكلام عند أب تاني بس جايز بطريقة أخرى، ويحس إن الكنيسة كلها مية واحدة. يعني اللي يجري ورا الشطحات الفكرية دي موجودة في بعض الخدام وللأسف بعض الآباء، يشطح كده علشان الناس تقول هو ده اللي ما فيش زي. طبعا يجتذب بيها مسامع الناس بطرق رخيصة مشتتة، لكن هو استطاع أن يجتذب مسامع كل الناس من غير ما يعمل البطولة الوهمية دي. كلم بسيط، كلم عادي، الطفل بيفهم، الكبير بيفهم، العالم بيفهم، البسيط بيفهم، ولا إيه؟ تقرأ كتبه تفهم كل حاجة، حد تاني تلاقيه كاتب كتاب قد كده تقعد تعصر مخك عشان تفهم هو بيقول إيه، وناس تعبده يقول لك ده بيكتب بقى الحاجات المحترمة. طب محدش فاهم. هي الميزة ان انا اكتبه بس، ولا الميزة ان انا اوصل للناس؟ هو الميزة ان انا ابقى بطل في عينين الناس ولا الناس تستفيد؟ هو ده اللي كان في باله. الاعتدال والبساطة في كل شيء والشهادة للحق. فاحنا الحقيقة نحسد انفسنا اننا عشنا في هذا العصر لهذا الرجل النقي والتقي والمعلم الطاهر، واحنا بنطلب من ربنا انه يقبل صلوات البابا شنودة عنا عشان يحفظ الكنيسة في نفس الايمان ونفس الخط والنمو ونزداد حسنا وبهاء، ويختار لينا الراعي الصالح اللي يكمل المسيرة بوقار وطهارة ونقاوة
وأرثوذكسية أصيلة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. في أسئلة؟ حد بيقول ممكن أعرف ليه ما قلناش إزمة رؤوت وانت داخل؟ هم قالوا لحن خريستوس أنا ليه بسيس اللي هو بتاع الصعود، احنا النهاردة عشية الصعود، ففي الخمسين اتقال خريستوس أنستي اللحن ده بدل كزمرقوت، ودينا في ليلة الصعود يتقال اللحن بتاع الصعود بدل كزمرقوت، وبعد كده بيكملوا ببقية اللحن هيتن قفش. واحدة بتقول أنا سيدة لا أفعل شرا ولم أفعل خيرا لأنني لا أعرف أحد أعمل معاه الخير، هل كده أنال الحياة الأبدية ولا ينقصني شيء؟ دي لذيذة خالص يعني. أبونا بطرس بيقول لك تعاليله وهو يديك المجال اللي ممكن تعمل فيه الخير، يعني ممكن واحد يخدم الناس بفلوسه وممكن واحد تاني فلوسه على قده فيخدم الناس بمجهوده، فممكن تيجي الكنيسة تساعدك في انك ازاي تعملي خير مع الآخرين. ده حد طالب صلوات لواحدة عندها كانسر. متى ولد المسيح وفي اي سنة؟ في تفاسير بتقول ان هو اتولد سنة 5 للميلاد، فمن اين اتى التقويم الميلادي؟ وطبعا المسيح اتولد في احد السنوات اللي ما كانش لسه ليها ترقيم، كانوا يرقموها ازاي؟ يقول لك في السنة كذا من ملك تيباريوس قيصر او يوليوس قيصر او غيره. ففي بعض علماء التاريخ قعدوا يحسبوها اتولد امتى بالظبط، ودوا السنة دي رقم زيرو، بحيث المسيح لما يكون عنده سنة يبقى سنة 1 ميلادية، سنتين يبقى سنة ما اتصلب 33 ميلادية، ماشي كده؟ جم بعد كده بعد سنين طويلة بعض العلماء الفلك قعدوا يحسبوها وجدوا ان الحسابة الأولانية كانت غلط، فاكتشفوا ان المسيح بالحساب دوت كأنه اتولد سنة 2 قبل الميلاد أو 3 قبل الميلاد، فأصبح النهاردة كأن المسيح مولود من 2010 سنين مش من 2012. بس لو هم زبطوها الدنيا تتبرجل، واحنا سنة كام دلوقتي؟ هتلاقي تخيل ان احنا في 2010 لسه، تبقى شكلها ايه دي؟ فسابوها زي ما هي محسوبة من زمان، وهذا خطأ فلكي او تاريخي للعلماء مش لحاجة تاني. كيف يكون الآب يعرف ميعاد نهاية العالم والابن لا يعرف؟ الابن له صفتين، صفة ان هو لاهوت مساوي للآب في كل شيء حتى في المعرفة، وصفة انه ناسوت مساوي لينا احنا في كل شيء حتى في عدم المعرفة. فلو المسيح قال انا اعرف يبقى بيشاور على صفته اللاهوتية، لو قال أنا لا أعرف يبقى بيشاور على صفته إيه؟ الناسوتية. فهو من جهة اللاهوت عارف، من جهة الناسوت مش عارف. سؤال تاني بيقول الآب والابن والروح القدس جوهر واحد، فكيف يكون ذلك قبل التجسد من العذراء؟ ماله مال التجسد؟ الآب والابن والروح القدس كائن منذ الأزل، الآب ينبوع خارج منه الابن مولود وخارج منه الروح القدس منبثق من غير جسد ولا من حاجة. الابن المولود من الاب في ملء الزمان هو جه يتجسد من العذراء، فدي ملهب، دي هو كائن منذ الازل. صلاة من اجل فلان وفلان بيشرب مخدرات وغيره، ربنا يعفي عنهم ويتوبهم. دي برضو صلوات، تفضلوا نصلي. في حد هنا كاتب انا بحب الفن القبطي وده تخصصي، لكن دراسة المعهد لها شروط صعبة مش متوافقة معي،
انا ما اعرفش ايه شروط المعهد، لكن تروحوا تتناقشوا هناك مع اداره المعهد اذا كان ده تخصصك او تخصصك، قول لهم انا معايا شهاده اهي ان انا فن ابتي، ممكن يسهلوا لكم الدنيا شويه. اتفضل.